2022 يقوم من خلاله رئيس الجمهورية بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: سيد فاروق بوعسكر عضو هيئة سابق كرئيس، سيد سامي بن سلامة عضو، والسيد محمد التليلي المنصري عضو. الثلاثة اللي سميتهم هذوما كانوا أعضاء سابقين في الهيئة، ومعهم السيد الحبيب الربعي قاضي عدلي عضو، السيد ماهر الجديدي قاضي إداري كعضو، والسيد محمود الوعر قاضي مالي كعضو، والسيد محمد نوف الفريخة مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية كذلك كعضو. الأمر صار رسمي وردود الفعل كانت كبيرة البارح بين الأطراف السياسية. غازي الشواشي علق يقول هيئة الانتخابات قد تصبح الجهاز المكلف باحتكار قيس سعيد للسلطة. بسير قريت راية معارضة فما لا رأي معه أنصار الرئيس وكذا وحق الرئيس. بين هذا وهذا العدد للقرار هذه للتسميات برهان ثلاثة. علاش ثلاثة؟ ثلاثة خطر باش يتواصل اللغط، رغم أنه اللغط بدأ بعد ما الرئيس تسمى حل الهيئة القديمة واختار طريق وهو التعيين، بحيث أنه ولينا نحكيه على هيئة انتخابات معينة من طرف رئيس الجمهورية اللي هو فاعل سياسي باش يدخل الانتخابات نهار آخر. تعدينا المرحلة هذه، لعبات توا. كان من المفترض أنه نأخذ عملية التعيين هذه بكل دقة وبتفاصيل بحيث أنه نبعد مرة أخرى عن إثارة اللغط، ولكن للأسف التركيبة جات نوعا ما في بعض عناصرها مخيبة للأمال، من حيث أنها تقريبا أنا سيد فاروق بوعسكر بالعكس رئيس الهيئة أنا شخصيا معناها نشوف فيه النزاهة المطلوبة من ناحية التزامه بحاجة ضرورية في الاستقلالية، وهي واجب التحفظ خويا العزيز، واجب التحفظ. في حين تلقى العضو مع احترامنا وتقديرنا كيما سي سامي بن سلامة يعني سنوات في اللي بلاتو تيلي متموقع سياسيا، مش حتى متموقع بشكل معناها عادي ومن حقه أن يبدي رأي، لكن الرجل هك تشوف تدويناته الكل سبان في معارضين، سبانة سيباد لا تحليل، سبان باللغة متاع يلي بيك يلي عليك كذا، معناها سبان يصل إلى مستوى الثلب حتى وهتك الأعراض متاع الناس. تلقاه عضو في الهيئة مستقلة للانتخابات مطالبة بالتحفظ، مطالبة بالاستقلالية، مطالبة أن يكون ما يكونش عنده أي موقف بن سلامة. بالضبط هذه هي المشكلة معناها تحديدا. صفحته على الفيسبوك فيها تدوينات، فيها سبين، فيها كلام زايد، فيها تجيش، فيها هذه هي المشكلة. هذه المشكلة كان نجموا يجنبوا الحكاية هذه. خويا أنت مشيت ومشيت في خيار التعيين اللي هو معناها يثير في عديد المشاكل، يعني اللي باش تخلي المواعيد الانتخابية القادمة على محك المصداقية الناقصة. انت مشيت في هذه ايه على الاقل رقحها بتركيبه تواصيل المنصري تليلي. انا ما نجمش نحكي ولا تمس من استقلاليه الناس هذوما، وما عندكش الحق، هذوما كانوا رؤساء لهيئه في وقت من الاوقات. سي فاروق بوعسكر كان نائب رئيس، مش اليوم ضوا باش يولي خايب سي فاروق بوعسكر على خاطر عينه الرئيس وانت ما انتخبتوش. كي كان معاك انت في اطار التوافقات كان باهي، وتوا خاطر عينه الرئيس يولي خايب، لا انا هذاك عليه نحيد سي فاروق ونحيد سي لكن بوجود عضويه لشخص واضح مع حقه مع احترامي لسي سامي بن سلامة وحقه كاي مواطن تونسي واي ناشط انه يبدي اراءه، لكن في الـ في الـ في الـ في الاطر هذوما اطر في الكراس الشروط نتاعها العضوية يلزمه يرسخ مفاهيم الاستقلالية، مفاهيم التحفظ زادة. يا اخويا انت باش تشرف على عباد تسب فيهم عباد باش تدخل العملية الانتخابية وانت باخو منهم مثلا موقف. يقول لك ماناش حاليا في منافسة انتخابية نجمو نختاروا فيها شكون ندعم ولا نساندوا، فما عركة بين الدولة والارهاب. لو كان واحد يفد من بوتا وعاش قيس سعيد ما يعنيش انه باش يرتمي في احضان الخونة والعملاء والارهابيين، وما يعنيش انه يقبل باضعافه، لان هذا في النهاية ما يخدم كان مصلحة الاخوانجية. هي تحاليل وتحاليل هو مش هكا يا سيدي باه هذوك ارهاب. فما سبان نجيب الشابي، فما سبان هاني جاي جبهة نجيب الشابي سميها جبهة كلمة زايدة ألا وطني ما نعرفش هو الإنسان هكا بروفيل كبير حقك ابقى ناشط سياسي هكا محترم، لكن صحيح. انك تتحط اليوم في هيئة مستقلة للانتخابات باش تشرف على انتخابات فيها الأطراف هذه الكل لهنا للأسف باش تمس أكثر من مصداقية الهيئة، بلاش هي ممسوسة. أنا غدوة